خلصت كده يا محمد؟ تمام يا فندم. طيب انا بشكرك الاول على، وانا قصدت ان انا اتكلم معاك انت بالذات عشان حاجتين، انك انت طبعا المزرعه دي كانت يعني كان بتقابل مشاكل زي ما انت ذكرت كده، وكل الجهود اللي اتعملت سابقا ما نجحتش انها تحل المساله بشكل حاسم يعني، لكن انت بفضل الله سبحانه وتعالى قدرت تعمل ده. وهنا انا بتكلم على نقطتين مهمين. انت التكلفه اللي انت بتتكلم عليها تكلفه كبيره، وبالتالي انت اقتصاديا اقتصادات المشروع ليها عائد معاك جيد، عشان مش عشان انت اكيد مش هتعمل حاجه من غير ما تكون مطمن انها بتجيب لك، لكن عشان الناس اللي شغاله في المجال تعرف ان قد يكون احيانا بيحتاج انك انت تعمل استثمارات كبيره لكن العائد اكيد جاي. انا بتوقف عند نقطه تانية اللي هي 25 ارداب. تمام يا فندم. فده رقم يعني كبير. تمام. وانا بقوله هنا ليك يا جمال، ما تبصش في الورق، دي تجربتك. تمام. يعني بص كلمني في تجربتك اللي انت عملتها. يعني عايز اقول لك ايه، وبقول لكل اللي مهتم النهارده، لو كان السيد 18 ل 20 أردب بنفس كمية المية بنفس المساحة، لما الكمية تزيد فوق ال 20 أنا متصور إحنا محتاجين نتوقف كلنا عندها، لأن حتى في الشغل اللي بيتعمل داخل مشروعات الخدمة الوطنية سواء كان هنا أو في مستقبل مصر، احنا ما وصلناش ل 25 أرداب خالص للفدان. فاذا كان الرقم ده نجح على الارض دي، وتقريبا نفس الظروف المناخيه اللي موجوده، مساحه 2000 فدان انت بتقول مش كده؟ ايوه 2000 فدان. يعني اذا كنت انا قدرت تنجح في 2000 فدان وان المتوسط يصل ل 25 أرداب، الخمسه أرداب في نص مليون فدان يعملوا 2.5 مليون أرداب يا دكتور مصطفى، يعني مليون طن، مش كده؟ مش كده ولا؟ أنا يعني لو قسمنا ده أي كمية هتطلع فوق ال20 أرداب إحنا إيه؟ لأن هي المية وهي الأرض وهو الجهد، ولا أنا؟ تمام يا فندم. وبالتالي أنا بقول التجربة مش عشان فقط أهنيك عليها وأقول لك متشكرين، لكن كمان عشان نسمع كل من يهتم في المزارعين المصريين في الدلتا وفي الصعيد، لما يسمعوا الكلام دوت مهم قوي ان هم يعرفوا ازاي يصلوا بالكميه ديت، لان هي اكيد موضوع مش بس على يعني استخدام ميكنه، لكن اكيد استخدام وسائل علميه تضيف الكميه دي، والكميه دي اكيد متعوضه لو كان ليها تكلفه زياده طبعا. لو كان ليها تكلفة زيادة أكيد متعوضة بالإنتاج الكبير ده. الحمد لله. طبعا الحمد لله. أنا عايز أقول لك إن إحنا في مزرعة بتاعت بني سويف والمنيا، وطبيعة الأرض فيها قاسية شوي، معرفش أنت شفتها ولا لأ. شفتها فندم. شفتها. إحنا لو كان النهاردة، خلي بالك لما إحنا يعني مهم أوي إن إحنا وإحنا بنتكلم في المشاريع ديت الناس تقول يعني طب الأرقام اللي بتقولوها تكلفتها كتير. تكلفتها كتير قوي، ده صحيح، بس هي تكلفتها كتير لانك انت بتعمل كل حاجه مره واحده. الدلتا مثلا والشبكه اتعملت على مدى 150 200 سنه، شقيت طريق، دخلت كهرباء، ترع، شديت، عملت شبكه ترع، مصارف، فخدت منك سنين طويله جدا جدا، فانت بتعمل ده كله مره واحده عشان تبقى المشروع بتتكلم في بتدخل الكهرباء، بتدخل المياه، محطات الرفع، كله على يعني كل حال يعني. فأنا بقول النهاردة لما بنيجي نعمل ده حق المشروع علينا قبل حق بلدنا علينا، إن إحنا نطلع أكبر حجم من الإنتاج، لأنه مش معقول يكون أنا بزرع مثلا مليون فدان وأقدر أزودهم بدل ما يطلعوا لي 2.5 مليون طن قمح، مش كده يا دكتور؟ ثلاثة، ثلاثة ونص، أربعة، أنا ما أعرفش باللي أنت بتقول عليه ده
قد نصل لثلاثة ونص ولا حاجة للمليون فدان. يبقى أنا زودت كمية القمح من غير ما زود أرض أو زود مية أو زود طاقة عمل زيادة. ده هي المساحة وهي هي المية وهي هو الوقت. بس بدل ما هنتج مليون طن هزود 200,000 مثلا طن قمح زيادة على نفس الكمية. وبالتالي التجربة بتاعتك مهمة أوي إن هي يتم الحديث معها. وأكيد وزارة الزراعة معنية بالكلام ده ومتابعاه لأن هو ده الرقم لفت نظري. أنا بقول لك بص على الموضوع بتاع بني سويف والمنيا وبص على 400,000 فدان أو 450,000 فدان بتوع سينا. إن شاء الله بص عليهم أنت وزمايلك والمجموعة اللي معاك لأن المستثمر ليه طريقة يعني أقول أشطر مننا. أشطر مننا. العفو يا فندم. ليه عفو ليه؟ ده حاجة كويسة. ربنا يبارك فيك. طبعا حاجة كويسة. وكل المستثمرين مدعوين إن هم يبقوا موجودين معنا لأن هم هيقدروا يعملوا اللي إحنا محتاجين وأكتر في إدارة المشروع وإنتاجية أكبر وإحنا محتاجين إن كمية المية اللي ما بتتغيرش نستفيد منها بإن إحنا نزرع أكبر حجم وأكبر إنتاجية تيجي بيها بدل ما طلع 18 دب طلع 20 طلع 25. ده حاجة عظيمة جدا. وهقول لك على حاجة كنت بدردش فيها مع الزملاء بقول لهم التين الشوك الرية بياخد كم رية وهل في ممكن يبقى في رية بينية بنفس كمية المية المخصصة لك في الألف فدان أو الألفين فدان تعمل رية منهم بكمية أقل للتين الشوكي. وخلي بالك وأنا بقول الكلام ده عشان كل اللي بيسمعني ياخد باله من الكلام اللي بقول عليه. أنا عايز بأقل كمية مية أطلع أكبر إنتاج لمحاصيل. وبالتالي لازم نفكر بالطريقة اللي أنا بكلم فيها دي. عارفين مثلا النبات زي النبات ده بيحتاج كميات شحيحة جدا من المية وبيجود وعنده قدرة على تحمل درجات الحرارة والملوحة وحتى طبيعة الأرض الصعبة. لكن قد يسأل بعض يقول لك الججوبة اللي انت كلمت عليها وحاجة زي التين الشوك كده هو مصلحته ايه؟ لو هو زراعة كده بس لو انت زرعته كده بس مش هيجيب لك كتير لانه يعني مش للأكل يعني. انما ده بيتزرع وبيتعسر وبيطلع منه علف. فلو انت زرعت وكلام ده كلمنا فيه والدكتور او وزير الزراعة يعني يرد عليا فيه انك ممكن بنفس الكمية المية اللي مزروعة على 250,000 فدان تضيف كمية اكبر على 250,000 فدان لصالح انتاج هذا الموضوع. ولكن مش هتستفيد منه الا اذا كنت تعمل الصناعات التكميلية بتاعته اللي هي اذا كنت هتعمل مصانع للعصر بتاعته اذا كنت هتعمل اللي هو المشتقات اللي بتخرج منه واللي هي النهاردة ليها قيمة مالية كبيرة جدا لها بتخش في صناعات كثيرة. انا بقول لك كده ليه؟ لان النقطة دي في نقطة ان احنا نستفيد من حجم المية اللي موجودة. وانا الكلام ده كررته قبل كده وبكرره تاني ولما دخلنا في محطات المعالجة الزراعي سواء كانت المحسمة او بحر البقر او المحطة اللي احنا قلنا سموها اسم جديد في الدلتا الجديدة. دكتور مصطفى بيقول لي الهدف منها ان انت ما فيش مية ما تفقدها يعني. طب وانا بعمل ده لو النباتات والتكنولوجيا والعلم يخليني ان انا اصنع كميات كبيرة اصلا ممكن وزارة الزراعة في محطات البحوث بتاعتها لها نجاحات كبيرة جدا جدا في البذور وكلام من هذا القبيل. ولكن انا بتكلم بفرق انك انت تتكلم على نطاق 100 فدان و1000 فدان نطاق 200-300,000 فدان. اتفضل. شكرا فندم. طبعا زي ما سيادتك اشرت كده موضوع القمح فعلا احنا يمكن تجربه المهندس محمد احنا متعاونين معاه والاصناف احنا يمكن محصول القمح بالنسبه لنا يمكن واخدين ترتيب على مستوى العالم في متوسط انتاجيه وحده المساحه. احنا يمكن رقم واحد على مستوى العالم في انتاجيه وحده المساحه بالنسبه للقمح الربيعي ورقم أربعة على مستوى العالم بالنسبه للقمح الشتوي رغم ان القمح الشتوي في دول العالم بياخد من 10 شهور 7-8 شهور الى 10 شهور عشان الجو البارد
احنا عندنا بياخد 150 يوم، فاحنا عندنا تقدم كبير في مسألة الزراعة، وبنساعد يمكن احنا على يعني علاقة وثيقة مع كل زملائنا في القطاع الخاص، وعاملين 21,000 حقل إرشادي عشان نعلم الناس الممارسات الجديدة، لأن الإنتاجية لما بتزيد بتزيد نتيجة انه بيزرع في التوقيت المناسب، بيستخدم البذور الجيدة والنوعيات المناسبة للتربة وفقا للخريطة الصنفية. فدي كلها زي ما سيادتك قلت، لو أنا زدت 3 أردب في الفدان مع المساحة المزروعة بتكلم على 3 مليون فدان، يعني ما اتكلم على مليون 3 مليون، حوالي 3 مليون يعني 9 مليون، يعني بتكلم في 1,200,000 طن، يعني بتكلم ب 400,000 فدان زيادة بدون زيادة مساحة التربة، بنفس المية وبنفس الجهد وبنفس الإنتاج. دي حاجة. الحاجة الثانية، المحاصيل الاستراتيجية زي ما سيادتك أشرت قليلة الاحتياج للمية، بتتحمل الإجهادات، بتتحمل الظروف البيئية، زي موضوع التين الشوكي. إحنا يمكن التين الشوكي تحدثنا فيه من فترة وعملنا فيه دراسة واتكلمنا مع زملائنا في جهاز المشروعات ومع مستقبل مصر، وكمان بنفكر في الفترة المسافات ما بين البيفوت. البيفوت بيبقى دائري فبيبقى فيه مسافات. التين الشوكي نبات صحراوي ما بيحتاجش مية، ممكن يقعد بدون مية فترة طويلة جدا، وإنتاجه عالي جدا، وبعدين باستخداماته عالية سواء في الأعلاف سواء في المستحضرات سواء في حاجات كتير في الأكل في حاجات كتير جدا، وبالتالي هو محتاج زيادة في التصنيع. أما وإن توسعنا زي ما قال المهندس محمد في مسألة التصنيع هيبقى عندنا فائض كتير، لعندنا عندنا أراضي هامشية والفراغات ما بين البيفوت تقدر تستخدم، وبالتالي أنا بعظم العائد من وحدة المساحة. بالنسبة لنبات الجيجوبا طبعا نبات من حتى يمكن الـ كل الدول دلوقتي والاتحاد الأوروبي متجه نحو الوقود الحيوي، وبالتالي عن 2030 لابد يبقى احنا متجهين الى مساله الوقود الحيوي، والجوجوبا من النباتات اللي فيها وقود حي، وبالتالي انتاجيتها كويسه، بيتحمل درجه ملوحه تصل الى 7000 بي بي ام واكثر من كده كمان في اراضي هامشيه. فاحنا ان شاء الله عندنا 7 اصناف مسجله في وزاره الزراعه، وزملائنا في مركز بحوث الزراعيه مقدمين سلالات جديده حوالي 3 أو 4 اصناف عملوا تجربه عليهم في سيناء، وإن شاء الله هنتوسع في هذا الأمر، لأن دي محاصيل استراتيجية بتستخدم أرض هامشية ما بتأثرش على المحاصيل الاستراتيجية الأخرى، وبالتالي بتعظم العائد من وحدة المساحة، وإن شاء الله هنتوسع في هذا الأمر بالتنسيق مع كل زملائنا في الجهات المختلفة. شكرا جزيلا. أنا بس عايز أضيف لكلام السيد وزير الزراعة نقطة مهمة، وإحنا بنتكلم إحنا بنطرح طرح كلام، لكن لما نيجي ننزل تحت على الأرض بتجد تفاصيل محتاجين إن إحنا نتصدى لها. وأنا هقول هنا كلام قلته قبل كده مرات وبقوله تاني، إحنا عندنا 300,000 350,000 فدان مش كده بيتزرعوا قصب في الصعيد. أنت ما تقدرش تقول للناس في الصعيد ما تزرعش ده، لأن بنفس كمية المية ديت أو بنصها بالظبط ممكن يزرع بنجر مش كده، صح كده؟ ولكن واحنا بنطرح الطرح ده وبنتكلم على بنقوله للناس دلوقتي، صعب جدا انك انت تيجي تقول للناس اللي زرع قصب المنتج بيقعد 4-5 سنين في الارض وخدمته بالنسبه له كعماله وكلام من هذا القبيل اقل، لكن كميه الميه اللي بنتكلم فيها بنفس الكميه دي يزرع 700,000 فدان مش كده؟ طب ازاي نعملها؟ عشان كده بقول في فرق كبير جدا من احنا نطرح طرح بالدراسات وكده ممكن يتعمل، وان احنا نقوم بتجربة او نقوم باجراءات عملية لتنفيذه. انا قلت الكلام ده من 3-4 سنين على موضوع القصب، وانا بقول لوزير الزراعة وبقول لنفسي وبقول للناس اللي موجودة في المحافظات اللي فيها القصب، غيرته؟ انت مستني لما مشكلة المية تبقى مشكلة كبيرة عندك وتضطر انك انت تحرم من كمية المية دي بنفس الحجم؟ أنا بتكلم مش بخوف الناس من حاجة، أنا بحبش إن إحنا نتعامل مع الموضوع على إن هي أزمة قد تكون محتملة، لا، بما إنها أزمة محتملة لازم أواجهها وأشتغل عليها لغاية لما أخلصها. أنتم في وزارة الزراعة مع وزارة الري مع المحافظة مع الإخواننا الفلاحين اللي موجودين أو المزارعين، إن يا جماعة القصب ده بياخد كميات مية أنت ما أنتش حاسس بيها لأنك أنت
بتاخدها من نظم الري اللي موجودة، لكن هي في النهاية على مستوى ما لدينا من مية، احنا محتاجين ان احنا نزرع بنص كمية المية ديت ارضك ديت بنجر لو احنا عايزين سكر او اي محاصيل اخرى. طب ازاي هتعملوه؟ لو انا النهاردة عايز اطلع كمية المية بتاعت ال 350 الف فدان دول وعمل لها تحليق او حتى معالجة مية صرف زراعي، طب ما المحطة دي بتتكلف مليارات، ثم تشغيلها هيتكلف مليارات، مش كده ولا؟ عشان المية دي عيد استخدامها، وساعتها مش هقدر استخدم المية دي لكل المحاصيل لان درجة ملوحتها بتبقى زيادة شوي. فانا بقول الكلام دوت، يعني احنا بنقعد في الاعلام وحتى في جلساتنا وفي المسلسلات بتاعتنا ما بنتكلمش على القضايا بتاعتنا وازاي هذه القضايا تتحول الى افكار ونتكلم فيها ونقنع الناس بيها. انا بقول تاني على موضوع زي ال 350 الف فدان دول، ومش بس كده، وطب الاراضي اللي بتتري بالري بالغمر من غير نظم ري حديثه، احنا هنا مكلفين فلوس كتير قوي. طب ليه؟ عشان محاولين ان احنا بما ان احنا بنزرع الاراضي ديت يبقى من الاول كده نحط كل النظم اللي تخلينا نستخدم اقل حجم من المية في الانتاج. طب ما هو ممكن، انا اسف اقول يعني، بال 11 مليون متر مية في اليوم دول يكون في الدلتا بيتزرع بيهم اقل من كده، اقل من الكميه دي. ليه؟ لانه نظم ري مش كلها حديثه. اذا مره تانية واحنا بنتكلم على اجراء في الزراعه اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنتكلم على 4 مليون فدان. كتير هيسال المية دي جايبينها منين، فبنقول له بنجيبها من الابار. والنهارده لما كان اللواء توفيق بيتكلم على عند الله، احنا بنتكلم على طبيعه ارض وطبيعه مية، اكتر من ملوحتها مش مساعده وطبيعه الارض مش مساعده، فتعامل بتزرع فيها الجوجوبا، والجوجوبا تتزرع على كل الاراضي ومياه الصرف حتى الصرف الصحي. طب احنا كل ميه الصرف الصحي اللي ما بيستخدمش اتزرعت عليها جوجوبا؟ انا بكلم نفسي يعني. لا. طب لا ليه؟ هي في النهايه المشاريع دي لما هتطلع وتطلع الانتاج بتاعها وتتاخد البذور بتاعت الجوجوبا ديت، مش هتستخدم كوقود حيوي العالم عايزها واحنا عايزينها؟ اه. طب ما هتشغل ناس؟ ايوه. عوايدها هتبقى مناسبه؟ ايوه. طب ما نعمل بقى، ما نديش فرصه ابدا ان احنا يكون عندنا ميه صرف صحي تكون موجوده الا ما نحط عليها جنب منها ان امكن عدد من الافدنه تطلع الجوجوبا ديت على ميه هي اساسا صالحه لها، وما فيش اللي هي بتستخدم في لا بتتاكل ولا حاجه، دي بتتعصر تبقى زيت وقود، يعني وقود، فما فيش فيها مشكله. اذا النهارده لما نتكلم على موضوع زي موضوع اللي انا اتكلمت فيه بتاع القصب السكر، وكلمت على طبيعه زي ما قال المهندس محمد جمال على موضوع الانتاج في اراضي صعبه بكميات اكتر من المعدلات، بصراحه ده مش على قد نموذج لمزرعه الوادي الشيح، ده لازم يكون نموذج عندنا في مصر نتيجه ظروفنا. وانا بتكلم في المواضيع اكن يعني بعد يقول لي هو في عندك ازمه، في ازمه ميه ولا حاجه، هو انا لازم استنى لما تيجي لي الازمه اتعامل معاها؟ هو الشغل اللي احنا عملناه في الدوله فيما يخص البنيه الاساسيه هو ده كان ضروري ولا كان زياده؟ ده كان ضروري، واضطرينا ندفع فيه ارقام ضخمه جدا. لو كانت اتعملت على مدى 20-25 سنه كان تكلفتها اكيد هتبقى اقل من اللي احنا بنعمله دلوقتي. فانا بس بشير تاني مره للميه، وان شاء الله المره الجايه باشمهندس محمد عايزين نشوف سينا إن شاء الله ونشوف جهد
واحنا مستعدين نساعدك ونساعد كل اتفضل استريح ونساعد كل مستثمر مستعد يخوض معانا التجربه ومع نفسه زي المهندس محمد. احنا محتاجين ده والله. انا مش بجامل والكلام ده قلته قبل كده. احنا محتاجين ان كل ايد مصري وكل خبرات وكل طاقه عمل وكل جهد مخلص يشتغل معانا عشان نتجاوز ما نحن فيه. ما تنسوش ان احنا من 2011 لدلوقتي زدنا 25 مليون زدنا 25 مليون. يا ترى انتاجنا الزراعي زاد حتى لل ما يساوي زيادة السكان 25 مليون؟ وتوقف قدام التجربة اللي انت قلتها فيما يخص القمح اللي مخلوط بالذرة. لما حد يتكلم في الموضوع ده يقول لك ايه ذرة ايه؟ يعني احنا ما بنقولش يعني ما يغيرش كتير في المواصفات طعم وشكل. بنقول حاجة معقولة كده. بنقول حاجة معقولة في اذا كنت انا فاهم. اذا كنت انا فاهم طبعا. يعني ما بيغيرش في لا في طعمه ولا في شكله. ولكن في النهاية انت بتتكلم في 20%. 20% مش كده؟ فلو كان النهاردة احنا بنستخدم بنستخدم حوالي 17 مليون طن مش كده ولا ها؟ 18 مليون. دكتور مصطفى يعني بينكد عليا اكتر يعني. ماشي. يعني على كل حال كلهم طبعا ما بيتعملوش عيش يعني، لكن بيخش في انتاجات اخرى مكرونه وكلام من هذا القبيل. ولكن هنقول على الاقل لو قلنا مثلا 10 12 مليون طن للخبز، فانت لما تيجي تقول ال 20% منهم يعني 2 مليون طن. انت بتضطر، لان احنا لغايه دلوقتي ومهما عملنا لن نستطيع ان احنا انتاجنا من القمح يغطي احتياجاتنا، فبنضطر نجيبه من بره. لكن الذره ممكن، لانه هو حتى ليه توقيت مختلف شويه. سيف يا فندم اذا كنت انا فاهم مش كده يا محمد؟ مختلف عن القمح، فممكن قوي يغطي لك جزء منه، جزء من البديل للقمح يعني، او مع خلطه القمح ل 2 مليون طن. حد يقول لي طب انت هتعمل كده؟ انا بقول لكم عشان انا راجل صريح. لو انا اعمله 2 مليون طن قمح ثمنهم كام؟ 600 مليون دولار مش كده؟ ايوه 600 مليون دولار. طب او اكتر حسب سعر طن القمح. ممكن كان السنه اللي فاتت لما في الازمه وصل لاكتر من كده، اكتر من 400 500 مليون دولار للطن للمليون طن. اذا لو النهارده اقدر اعملهم هنا اعملهم ولا ما اعملهمش؟ اكيد نعملهم يا فندم. نعملهم لان تكلفته هتقل علينا وهيبقى يوفر عليا مثلا 400 500 مليون دولار 600 مليون دولار في استيراد اللي هم ال 20% اللي بتكلم عليهم. طب حد يقول لي طب ده هيبقى موجود وده هيبقى موجود. حد عارف رغيف العيش بيتكلف كام دلوقتي؟ حد عارف؟ طب انا اقول لكم جنيه وربع. اصل في ناس ما تحبش تتكلم يعني. في ناس ما تحبش تتكلم. ليه ما بتتكلمش؟ ليه ما بتقولش؟ هو عيب ولا حرام؟ لا عيب ولا حرام. ابو شيلين ده بيكلف جنيه وربع بعد ما كانت الدوله بتحط 20 30 مليار جنيه دعم للخبز، بقى دلوقتي 120 130 مليار. مش كده يا دكتور معيد؟ الرغيف ده ابو خمسه سغده ثمنه جنيه وربع، بيكلفني 130 مليار جنيه دعم. يبقى لما اجي اقول عندي فرصه ان انا ازود بدوره 20% منه، الاقي حد ما يقفش جنب مننا ويقول لك لا. طب انا موافق، بس انت النهارده مش عايز تيجي تمس حاجه الغلبان، فعايز تساعد من غير ما تأذيه. لكن طب ما هو ممكن النهارده الرغيف ده لو ب 3 جنيه و 4 جنيه و 5 جنيه في ناس تقدر تشتري، بس كل الناس تقدر تشتري؟ مش كل الناس تقدر تشتري كده. فلازم نكون متفاهمين، لان الدوله في النهايه موازنه، هي طاقتها الماليه كده. فما اعرفش دكتور مايت ما بيتكلمش، ووزير التموين ما يتكلمش،
وكده وزير الكهرباء ما يتكلمش، خير في ايه؟ ما تتكلموا وتقولوا حاجة، ما تقولوا الحكاية ايه للناس، ما تقولوا ليه الكهرباء ما بتتعملش، ما تقولوا ليه. لو انا خدت ثمن الكهرباء الحقيقية هضاعف ثمنها مرتين، طب الغلبان هيروح مني فين؟ اقطع الكهرباء ولا اغليها؟ اغليها قد ايه؟ اللي بيدفع جنيه هيدفع اتنين وتلاتة، اللي بيدفع جنيه هيدفع جنيه اتنين وتلاتة. انا بتكلم لو انا النهارده مواطن بدفع 100 جنيه في الشهر، لو انا عايز ابيع له الكهرباء بسعرها اللي بيكلفوني دلوقتي اخد منه 300 جنيه. طب احنا بنعمل كده؟ لا. طب بنعمل ايه؟ برضو بشرحها من باب ايه؟ انا بتحمل المسؤوليه امام الله قدامكم عشان الكهرباء دي تستخدم على مدار 24 ساعه، مفيش قطع كهرباء خالص، لازم اخلي ثمن الكهرباء لوزير الكهرباء قد ثمنها ده مرتين ثلاثة. بقول تاني، ليه ما بزودش كده؟ تقول المديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول قد كده، طب ما بتدفعش ليه؟ اصل انا اللي باخده اقل من الثمن وبالتالي انا مديون لوزارة البترول. طب وزارة البترول انت عندك مشكلة في ايه؟ يقول لك ما انا بديله الحاجة باقل من ثمنها، فانا عندي مشكلة في ان انا اجيب البترول والطاقة اداها له بالثمن دوت، وبقيت الشركات اللي شغالة معانا بقت يعني ليها فلوس عندنا وأنا بقيت مدين. طب ده مدين وده مدين. الكلام ده مش وليد النهاردة، ده وليد ممارسات احنا ماشيين بيها بقالنا سنين، وكنا عملنا خطة في 2016 عشان نخلي ثمن الحاجة قد ثمن تكلفتها. لكن لازم تحطه في الاعتبار التحديات اللي بتقابلنا اللي في الأزمة بتاعت كورونا والأزمة العالمية اللي موجودة والحروب اللي حوالين مننا وتأثيراتها علينا. الأمور مش ماشية كده يعني، وإحنا مواردنا مش كتير تسمح إن إحنا نقابل التحديات ديت من غير جهد، لا، ومن غير تحمل، لا. أنا بعيب على إيه؟ على المعنيين حتى في التقارير الصحفية والكلام ده والمقالات اللي بتتكتب والناس اللي التناول اللي بيجوه، ما حدش بيتناول المساله بشكل موضوعي خالص يا جماعه. ايه ده؟ يا انتوا مش عارفين يا احنا مخبين عليكم. وانا بكلمكم بمنتهى الصراحه، الدول ما بتدارش كده، الدول بتدار بالجديه والمسؤوليه والفهم، ولو الناس فهمت هتيجي معاك. الناس لو فهمت انت بتعمل كده ليه هيجي معاك. ما انا بقول لك البديل اهو، ممكن الكهرباء تشتغل 24 ساعه طبعا، محطات موجوده ونستطيع. لكن النهارده الدكتور شاكر عشان ياخد الوقود اللازم ليها لازم يدفع فاتورته، ده حتى ايه بعد دعم وزاره الماليه ليه، ولا انا مش واخد بالي يا دكتور مايت كمان؟ طب هيجيب منين؟ فيضطر ان هو حجم الوقود اللي بيجيله على قد يعني مع الدعم اللي بيجيله تمشي كده. طب ممكن نشغل 24 ساعه؟ ايوه، و48 ساعه كمان، بس بكام؟ وانا بقول لو ما حطيتوش ايديكم في ايدين بعض كلكم يا مصريين وتفهمتوا حجم التحديات اللي موجوده في البلد ديت وجريتوا عليها، هتقول الله يا عم انت النهارده في مشاريع جميله بافتتاحها بتنكد علينا ليه؟ طب والله العظيم ثلاثه على عيني يعني، والله صحيح، بس ازاي؟ وبرضه الناس تفتكر انا بقول كده زياده ولا من زيادات، لا والله ده انا بددش معاكم عشان دي بلدنا كلنا مش بتاعت حد لوحده. الوقود اللي في السيارات انت بتدفع 50% منه ولا يا دكتور؟ 50% يعني ايه؟ يعني لو عندي 150 مليار لتر وقود سولار هدفع لهم 150 مليار جنيه ولا مش كده؟ يعني 17 مليار لتر سولار في السنه ولا في السنه؟ يعني 170
الأمر مش كده خالص. كل حاجة ليها أسبابها، وقدرات دولة فيها 106 مليون وفيها 9 مليون ناس موجودين عندنا، يعني رغم الضغوط الكبيرة جدا على الموازنة، ودكتور معيد يعني في ظروف صعبة جدا، لكن بنحاول بقدر الإمكان الأمور تبقى تمشي. فيها قسوة شوية صحيح، بس البدايل صعبة يعني. شكرا جزيلا.